Adding voice to PowerPoint presentations. مثل ما تعرفون بالفترة الأخيرة صار اهتمام كبير بالإلكترونيك ليرنينج. هذا معناه المحاضرات السابقة اللي كانت على PowerPoint presentations وتلقى في القاعات أصبح كثير من الناس تحب تحولها إلى يوتيوب فيديوز بإضافة صوت وحركات للماوس توضحها أيضا. حتى نسوي هذا الفيديو الصغير راح يوضح بعض النقاط اللي تساعدكم انه تحولون هاي الباوربوينت بريزنتيشنز الى يوتيوب فيديوز. اول ما نبدي نجي من السلايد شو الى الريكورد سلايد شو. من الريكورد نبدي من الريكورد from the beginning. نضغط عليها فراح يظهر هذا الشاشة كأنما دنلقي محاضرة عادية، بس عندنا هنا ريكورد ستوب وريبلاي. قبل أن نبدي بالمحاضرة نفسها أفضل أنه تأخذ رايت كليك بالماوس، تختار pointer options ومنها تختار الليزر pointer حتى يطلع مثل هذا الليزر pointer، يفيدك بالتأشير وبنفس الوقت هذا راح يكون موجود بالفيديو من تخلص بالنهاية. بإمكانك أنك تختار أي لون من ألوان هذه أو تختار pens معينة إذا كان الفيرجن مال الأوفيس مالتك هو 2019. بعدها راح تضغط على الريكورد وتتحول هي إلى pause، وبعدين تبدي تحكي بشكل اعتيادي كأن crowding is very important, it may be primary, it may be secondary, or it may be tertiary إلى آخره من المادة العلمية للمحاضرة، وبعدين the end. بعد ما تخلص المحاضرة راح تضغط على pause ومن ثم stop وتوقف المحاضرة. تلاحظ ظهور إشارة الصوت ظهرت عليها. بإمكانك إنك هسه تسوي replay أو you clear the sound وترجع تسجله مرة ثانية إلى حد ما تقتنع بالنتائج. من خلصت من النتائج واقتنعت بيها راح تطلع، راح تشوف أكو إشارة مال صوت اللي هي هذه موجودة بكل سلايد تسجل. هذه اوبجكت كامل منفصل بالسلايدات، يعني من الممكن انك تمسحها او من الممكن انك تسويها كوبي وتنقلها الى فايل اخر او سلايد اخر. لاحظ هذا السلايد ايضا بصوت، هذا السلايد بصوت، هذا السلايد بصوت. ومن تجي تخلي الماوس فوق الايقونة مع الصوت يظهر لك هذه، بامكانك انك تسوي بلاي وتسمع على الصوت. فإذا كان الصوت مرضي عن لك تمشيها، إذا كان غير مرضي فبإمكانك أنك ترجع تسجلها مرة ثانية، تقول record from current slide وترجع تسجلها مرة ثانية، خاصة إذا شوية تخربطت بالكلام أو إذا كان المشكلة أحد دخل عليك مثلا أو صار صوت بالشارع وأثر على التسجيل. بعد ما تسجلها تماما وتصير مرضية تقدر تروح من files save as، من save as الى browse، من browse تقدر تسيفه ك mpeg 4 او mp4 اللي هي الفيديو كواليتي. اكو طريقة ثانية غير السيف وهي export، منها تختار create a video create video، منها تقدر تختار دقة الفيديو انه كان full hd hd ولا 4k حسب الرغبة. آخر شيء من تأخذ الفايل قلنا نضاف عليه الساوند وأيضا إشارات الماوس. فمن تجي ترجع مرة ثانية إلى قاعة المحاضرة وتريد تلقي المحاضرة راح تلاحظ أنه إشارات الماوس تظهر على الشاشة وأيضا الصوت راح يظهر على الشاشة. فتقدر بس تلغي البلاي ناريشنز واليوز تايمينج، وخرهن مثل ما هسه هي مؤخرة، وتسوي العرض بشكل عام ما راح يستخدمها، بس إذا خليتها you clicked on them راح تبدي تظهر كأنما أنت عندك التسجيل موجود. أو تقدر من البداية تسوي نسختين للفايل، نسخة with sound ونسخة without sound حتى لا تخربط واحد ويا الثاني. آخر شيء إذا جيت إلى ردت ضجت منها حبيت تشيل كل آثار الصوت وكل آثار الحركات الماوس منها، أيضا من الريكورد سلايد شو أكو clear ومنها clear all the timing و clear all the narrations اللي هي الحركات وكذا والصوت. ف
فبإمكانك أنك ترفعهن. وشكرا جزيلا لسماعكم، وأتمنى أنه كان الفيديو مفيد، وإذا عندكم أي استفسارات كتبوها بالكومنتس جوا، وإن شاء الله أقدر أجاوب عليهم.